بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة والطالبات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنشرح درس المجرد والمزيد. أولا، إيه هو الفعل المجرد؟ الفعل المجرد هو الفعل اللي كل حروفه حروف أصلية، ما ينفعش نستغنى عن أي حرف منها، وإلا المعنى بتاع الفعل يتغير. أما بالنسبة للفعل المزيد، هو الفعل اللي زادت على حروفه الأصلية حرف أو اتنين أو تلاتة. الأفعال المجردة والأفعال المزيدة. الفعل المجرد في منه نوعين، مجرد ثلاثي ومجرد رباعي. أما بالنسبة للفعل المزيد ففي منه مزيد ثلاثي، وده بيكون بحرف أو بحرفين أو بتلاتة، وفي مزيد رباعي بحرف أو بحرفين. تعالوا بينا نشوف الحالات بتاعة المجرد والحالات بتاعة المزيد. أول حاجة المجرد الثلاثي، وهو كل فعل عدد حروفه الأصلية ثلاثة أحرف، زي كتب، شرب، خرج، عمل، شرح، فهم، لعب. دي كلها حروف أصلية ما ينفعش نستغنى عن أي حرف منها، وزي ما أنتم شايفين الفعل متكون من ثلاث حروف أصلية. أما إذا جينا للمجرد الرباعي، هنلاقي برضو إن الفعل المجرد الرباعي بتتكون حروفه الأصلية من أربعة أحرف، برضو ما ينفعش أستغنى عن أي حرف منها وإلا تغير المعنى، زي زلزلة، وسوسة، طمأنة، سلسلة، سيطرة، هدهدة. لو جينا للأفعال المزيدة، هنلاقي إن الفعل الثلاثي فيه منه مزيد بحرف. حروف الزيادة اللي بتدخل على الفعل الثلاثي المزيد بحرف هي الهمزة أو الألف أو التضعيف. التضعيف اللي هو الشدة. زي ما أقول أعلن، قاتل، كرم، أسلم، عامل، علم. الأفعال دي في أصلها أعلن، أصلها علن، قاتل أصلها قتل، كرم أصلها كرم، أسلم أصلها سلم، على عامل أصلها عمل، علم أصلها علم. أما لو جينا للفعل الثلاثي المزيد بحرفين، هنلاقي إن حروف الزيادة اللي بتدخل عليه هي الهمزة والنون، أو الهمزة والتاء، أو التاء والألف، أو التاء والتضعيف. زي ما أقول انهزم، انتصر، انكسر، تناقش، انفعل، تصاعد، تعلم، تقادم، تكرم. الأفعال دي أصلها انهزم، أصلها هزم، انتصر، أصلها نصر، انكسر، أصلها كسر، تناقش، أصلها نقش، انفعل، أصلها فعل، تصاعد، أصلها صعد، تعلم، أصلها علم، تقادم، أصلها قدم، تكرم، أصلها كرم. أما إذا جينا للفعل الثلاثي المزيد بثلاثة أحرف، هنلاقي إن حروف الزيادة اللي بتدخل عليه الألف والسين والتاء، زي استخرج، استفهم، استعلم، استقبل، استوقف، استعمل، استشهد. والأفعال دي أصلها استخرج أصلها خرج، استفهم أصلها فهم، استعلم أصلها علم، استقبل أصلها قبل، استوقف أصلها وقف، استعمل أصلها عمل، استشهد أصلها شهد. أما لو جينا للأفعال الرباعية المزيدة، فهنلاقي إن الفعل الرباعي فيه منه مزيد بحرف، بيكون الحرف ده هو التاء، زي تدحرج، تغلغل، تهدهد، تزعزع، تزخرف، تزلزل. أصل الأفعال دي تدحرج أصلها دحرج، تغلغل أصلها غلغل، تهدهد أصلها هدهد، تزعزع أصلها زعزع، تزخرف أصلها زخرف، تزلزل أصلها زلزل. أما النوع الثاني من الفعل الرباعي المزيد، فهو الفعل الرباعي المزيد بحرفين، وبيكون حرفين الزيادة الهمزة والتضعيف، زي الفعل اطمأن، وده أصله طمأن. وبكده نكون انتهينا من شرح الدرس. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعله خالصا لوجهه. كان معاكم أستاذ هيثم المصري.